النهاردة الأطروحات اللي تم طرحها هنا داخل حزب الحركة الوطنية هي محطة هامة جدا لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. تنسيقية شباب الأحزاب مش مقتصرة فقط على قطاع معين أو على يعني مجموعة معينة. إحنا النهاردة في الحزب هي محطة من المحطات الهامة. بدأنا نتكلم في محاور الحوار الوطني سواء الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي. ركزنا بشكل هام جدا على قوانين الإدارة المحلية وقد إيه القوانين المجتمعية كمان أو القضايا المجتمعية في الفترة الحالية هي بتشكل وعي كبير من المجتمع المصري، جميع فئات المجتمع المصري على مائدة الحوار الوطني. إحنا كتنسيقية دورنا إن إحنا ننصت جيدا، نسجل سواء الأطروحات اللي هتعرض على مائدة الحوار الوطني أو اللي هنقدر إن إحنا نستخدمها كأدوات رقابية وتشريعية داخل مجلسي النواب والشيوخ. في مبادرات اتقالت او في افكار محتاجه تتكمل عليها، يعني في بدايات لافكار ممكن نكمل عليها، في مناطق كانت يعني حطوا فوكس عليها او القوا الضوء عليها فاحنا هنشتغل عليها في كادوات برلمانيه في المجلس، في حاجات محتاجين نشتغل عليها اكتر. فلا في كذا فكره اتعملت النهارده وان شاء الله نستكملها معاهم باذن الله. احنا اتكلمنا في كل المحاور اللي احنا اشتركنا فيها، وهنكمل بعد كده في الأكاديمية، واحنا على استعداد ان احنا نعمل مقابلة مرة او اتنين كيفما يشاءوا مع التنسيقية في اي وقت.